من أمزميزي ينضم إلينا مصطفى زارو في إقليم الحوز موفد الحدث إلى هناك. مصطفى مرحبا بك. جديد عمليات مساعدة الناس والإنقاذ وما يجري من حولك؟ يعني حقيقة أنا أتواجد في هذه الساحة الملأة بالخيام ونحن نقترب من الساعة 11:15. الصوت مصطفى يبدو بأننا لا نسمعك بشكل جيد. معذر. طيب سأعود إليك زميلي مصطفى زارو. الآن الصوت واضح؟ لا أدري إن الصوت واضح الآن. الصوت واضح الآن تماما مصطفى، وجهز نفسك في الرسالة المقبلة كذلك. تمام تفضل. مثل ما ذكرت أنا في ساحة مليئة بالخيم، ما يقارب من ممكن 40 خيمة بها أسر. بعض هذه الخيم بها أعداد يعني كبيرة، أعداد من الأطفال والنساء، لكن لا أدري إن كانت هي حقيقة لهذه المجموعة للأسر بأعداد كبيرة، أم أنهم يجتمعون في خيمة واحدة لتشارك النقاش والهموم، وأيضا يعني تبادل أطراف النقاش. لكن هناك الحكومة البريطانية وبالتحديد القوات المسلحة الملكية تعمل على تجهيز خيم بمواصفات عالية يحتاج المتضررون في الطرف الآخر. هناك يعني مطابخ، يعني حتى كل ما يتعلق يعني مثلا في كل ما يحتاجونه من طعام، من ملابس، أيضا كل ما يتعلق به والفراش، يعني ربما حيكون يعني بمستوى أفضل من هذه نصبها من قبل الوقاية المدنية لأولئك الذين تركوا بيوتهم. هناك بيوت في الطرف الآخر ليس واضحا إن كانت متضررة، ولكن بالطرف الآخر هناك أضرار جسيمة يعني على بعض البيوت، يعني متفاوتة بيت يعني انهار بالكامل، بيت مجاورة لم يحصل يعني انهيار بنفس المستوى، إن كانت بعض التشققات أو التصدعات البيت، وبالتالي ربما ستكون أسئلة فيما يتعلق بمواصفات بناء البيوت ما بعد هذا الزلزال. طيب الآن الشارع أو الناس أهدأ باعتبار أن الكثير منهم خلد إلى النوم، يعني الحركة اختلفت هذه المرة مصطفى، أليس كذلك؟ من دون شك هذا ما لاحظته، لكن هناك بعض وأيضا الدرجات التي أسمع وأشاهد وهي تمر عبر بجانب هذه الذين هم في الخيام، بعضهم لا يزال يعني لم يخلد إلى الفراش بعد. يعني الجو يعني جميل لطيف، ليس باردا بالرغم من أن نحن على الأطلس، ولكن هناك ربما فيما بعد ربما درجات الحرارة ستتراجع. المسألة الآن يعني عندما جئت إلى هذا المكان لاحظت بعض الأفراد يأتون بصناديق مليئة لهؤلاء المتضررين. المساعدات هي مختلفة، لكن غالبيتها تتعلق بتوفير الطعام حتى أولئك من لديهم الآن مطبخ بسيط أو طباخ بسيط في نعم. هذه الخيام يحاولون أن يعيشون حياة شكرا اليومية لهم.
نعم، شكرا جزيلا لك من أمزميز في إقليم الحوز موفد الحدث زميلي مصطفى زارو على كل هذه التفاصيل.